واسمعوا يا إخواني وأخواتي الحديث العظيم، بالله اسمعوه بقلوبكم لا بآذانكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا كذا، وانت بين الناس تمشي في السوق ولا في مستشفى ولا في شارع ولا في بيتكم ولا في مدرسة ولا في جامعة ولا تمشي مع الناس ما تدري، والله من فوق يحبك أنت. قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال: يا جبريل إني أحب فلانا. شوف عباد الله إيش كثرهم، رب العالمين يذكر باسمك أنت. يا أخي إيش المرحلة اللي وصل لها الإنسان بالعبادة وترك الملذات المحرمة إلى درجة إن الله ينادي باسمك في السماء: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. قال: ثم ينادى في أهل السماء، ملائكة قائمون يصلون، وملائكة راكعون، وملائكة ساجدون، وملائكة حملة عرش، وملائكة في البيت المعمور يحجون، وملائكة يكتبون أعمال العباد، وملائكة ما لها شغل إلا تسبح بحمد الله، وملائكة تتحكم بالجبال، وملائكة تتحكم بالمطر، وملائكة تتحكم بقبض الأرواح، وملائكة عظام وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل هالملائكة ينادى فيهم: إن الله يحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه أهل السماء. ملك يصلي يوضع حبك أنت في قلبه، ملك راكع يوضع حبك أنت في قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السماء قال: أطت السماء، يعني ثقلت السماء، وحق لها أن تأط، يحق لها تثقل. ليش؟ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. يقول العباس بن عبد المطلب: مرة جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمرت سحابة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم للسحابة ثم قال: ما تسمون هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 500 عام. تدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قلنا: ما ندري، الله ورسوله أعلم. قال: 500 عام. تدرون كم بين السماء الثالثة والرابعة؟ قلنا: ما ندري. قال: 500 عام. وبين الرابعة والخامسة 500 عام، وبين الخامسة والسادسة 500 عام، وبين السادسة والسابعة 500 عام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وسمك كل سماء 500 عام. ثم قال: وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. ثم قال: وفوق ذلك عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله. ثم قال: وفوق ذلك رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. شوف هالعظمة هذه كلها. وينادي الله في السماء يقول: إني أحب فلانا فأحبه. قل صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض. اللي يحبه الله يضع الله له القبول. سبحان الله، تبدأ الناس تحبه ما تدري ليش تحبه، لكن منذ أن ترى تقول: والله يا أخي أني حاب هالرجال، أو تقول والله، تقول الفتاة: والله أني حاب هالفتاة، حاب هالمرأة. طيب ليش؟ ما أدري، بس سبحان الله أحس بارتياح. ثم يوضع له القبول في الأرض.